دخل إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه السلام إلى معبد الأوثان حاملا فأسه على عاتقه، ثم عمد إلى تحطيمها فحطمها على بكرة أبيها إلا كبيرهم لم يكسره، ثم وضع فأسه على عاتق هذا الصنم الكبير ثم رجع إلى بيته. رجع القوم من عيدهم فوجدوا آلهتهم محطمة مكسرة، فأقاموا نواحا وبكاء وندبة وصاروا يبحثون عمن فعل هذا. أكيد الأنظار راح تتجه إلى إبراهيم لأنه يذكرهم بسوء دائما كما في القرآن مروي. وعبروا عنه فتى باعتبار صغير، خاف هذا الفتى الصغير اللي دائما يحشي على الآلهة فعل هكذا. فجاءوا بإبراهيم، يعني كأنه مسجون، جاءوا به إلى النمرود، قالوا هذا اللي كسر أصنامنا. فخاطبوه، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هاي المقطوعة فتحت يعني باب الجدل والاستشكال، هو اللي كسرها إبراهيم، طيب شنو معنى أنتوا اسألوا كبيرهم؟ كبيرهم شل دخل؟ ما هو يعني الجناية اللي ارتكبها إبراهيم بنظرهم طبعا. فماذا يعني يرد هذا الإشكال فيما لو اتهم أحدهم إبراهيم بالكذب والعياذ بالله، باعتبار أن إبراهيم قالوا لأنت كسرت أصنامنا؟ قالوا اسألوا هذا الكبير هو اللي سواها. بل فعله قررها، بل فعله كبيرهم هذا وأشر عليه، فاسألوهم إن كانوا ينطقوا. هنا أكثر من 3 أجوبة لهذا الإشكال، إنه شنو معنى إبراهيم قال مو أنا اللي كسرت، اللي كسرهن هذا الكبير، وروحوا شوفوا هو اللي كسر أصنامكم. الجواب الأول هو اللي يجيبه الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق يسألوه قال له هنا ما راح يعني يجر إلى الكذب، لأنه إبراهيم ما يعني ما قال أنا كسرتهن، قال اللي حطمهن هذا كبيرهم الصنم الكبير. الإمام قال لا، هاي الجملة مقدرة بأن الشرطية إن كانوا ينطقون. ما شوفوا اللي حاضر شلون، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت كسرتهن؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني إذا ينطقون هذا اللي هدمهم، بس إذا ما ينطقون يا اللي سواها أنا اللي سويت. كأنما استخدم تورية، يا إذا طبعا هذا يعني فن من فنون اللغة، إنه إذا هذول ينطقون فهم اللي فلشوا نفسهم، هذا الكبير هو فلشهم، لكن إن كانوا لا ينطقون فأنا اللي حطمت الأصنام. هذا الجواب كأنما فيه شيء من التوبيخ لهم، جاءتوا تعبدون آلهة ما ينطقون، يعني شتو شلون تعبدون آلهة ما ينطقون؟ إذا ينطقون فهم يبدوا لكم ياهو اللي يعني. هذا الجواب. جواب آخر يقول لا، كأنما إجابة إبراهيم فيها شيء من السخرية، يعني كأنما يسخر منهم، إنه قالوا له أنت اللي حطمت أصنام. قال لا أنا لا يابا، هذا كبيرهم واعي وعاقل ويفتهم، هو حطم الأصنام أنا شعلي. كأنما يسخر منهم، يستهزئ بهم. وهذا اللون أيضا من الألوان موجودة في اللغة، أنه تخرج بعض الأمور للسخرية لإثبات عكسها. طيب هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث قالهم إيه أنا قابل هذا كبيرهم. ها شوف، يعني كأنما الجواب يعني تسأله تقول له أنت سويت، يجيك طبعا أنا قابل ذاك سواها، طبعا أنا سويته، قابل كبيرهم سواها. شوفوا هذول إذا ما ينطقون شلون يصيرون آلهة؟ شلون يصيرون آلهة؟ هم نطق ما ينطقون. طيب شلون آلهة وما يقدرون يدافعون عن نفسهم؟ مو تقولون آلهة؟
ذولا آلهتكم، أنا حطمتهم، حطمهم كبيرهم، روحوا سألوا إذا ينطق، قالوا لا ما ينطق، قالوا شلون تعبدوا. كأنما إبراهيم بهذه الحركة جراهم للحوار، ولكن للمرة الأخيرة، لأن ما وراء هاي الحادثة بعد ما راح يستقر إبراهيم وياهم، ولا هم يستقرون وياه. هو جاءهم بكل الطرق إلى أن وقف على نهاية القصة معهم في بابل. لما كسروا الأصنام، كسر إبراهيم الأصنام وجاء إلى النمرود وصار هالحوار بينهما، قالوا له أنت نبي، يعني أنت تدعي النبوة، يعني أنت ما تعبد آلهتنا؟ قال نعم أنا نبي الله. قالوا نعم أنا نبي. قال له ما دام أنت نبي، النمرود أمر أن يجتمع أهل أور وبابل كلهم، يعني أهل هاي المناطق أور وبابل مسافة بيناتهم، فدعاهم جميعا وحضروا في الميعاد آلاف الناس، ثم جمعوا الحطب وسعروا النار، حتى يقولون أن هاي النار لشدة ضراوتها الطيور اللي محلقة في الجو احترقت، يعني ما أسا يقولون بعضهم لليوم في الآثار بقعة كبيرة سوداء يقال هي هاي أرض محرقة إبراهيم. هنا جاءوا بإبراهيم، النار مضطربة، أضرمت النار بمساحة كبيرة جدا، وبدأوا يقيدونه. الروايات تشير إلى تفاعل وحزن كل المخلوقات. أهل البيت يعني نقلونا في لقطات عجيبة، يقولون الأرض اهتزت وربت واضطربت وقالت يا رب لا يوجد على ظهري رجل يعبدك إلا هذا، ماكو غيره، بس هذا عابد، كله تعبد أصنام، العبد الحقيقي بس هذا يا رب. بعدين تسلم للنار، إلهي بشفاعتك، إلهي بقدرتك، صارت تدعو الله بأن ينجيه. الحيوانات كذلك، الجمادات كذلك، الملائكة ضجت في السماء، قالوا له يا رب هذا خليلك، هذا كل حب، كل براءة، كل صدق، كل طهارة، أتسلمه إلى النار؟ جبرائيل في الرواية ضج في السماء، قال يا رب لا يوجد عبد غير إبراهيم، إذا ألقيته في النار ومات المن بعد هذا، منو الأرض منو بيها؟ فقال الله عز وجل إذا دعاني إبراهيم، إذا دعاني أجبته، إبراهيم إذا يدعوني أجيبه. إبراهيم قال هذا الدعاء احفظوه ينفع، يقول كان يردد هذا الذكر، كان يقول يا الله يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نجني من النار برحمتك. وكان يكثر على ما ورد عن أهل البيت، كان يكثر بالتوسل بمحمد وآل محمد، ربطوه راد يلقوه، ماكو مجال يلقوه لأنه نار مضطربة، شلون يدنوه حتى يذبوه بالنار هم يحترقون. فجاء إبليس إلى النمرود وقال له ضعوه في المنجنيق، وهو أول شخص وضع في المنجنيق في تاريخ البشرية. جاءوا خلوه بالمنجنيق، ربطوه هنا وهو يتمتم بذكر الله، ركضت سارة، هنا راح تطلع شخصية جديدة اسمها سارة. سارة ما كانت زوجته، بعضهم قال بتعمه، بعضهم يقول سارة بتآزر، وبعضهم قال مرأة اعتيادية لكنه كانت مؤمنة به، مؤمنة بقضيته. فإجت تركض وقالت للنمرود ألقني معه أو ألقني في النار وطلع بس خلي، ما قبلوا. ما يؤسف في الروايات يقول جاء عمه آزر ولطمه على خده وقال له ارجع، الآن أنت بعد بالمنجنيق هاي النار بين مسافة، قال ارجع، قال لأدعوك إلى الله، تعال أؤمن بمكاني وياي. وهذه ألقت بنفسها عليه، يعني أخروها عنه، ثم أرادوا إلقاءه في المنجنيق، فنزل عليه ميكائيل قال يا إبراهيم أنا ملك الرعد والمطر، مرني كي أنزل المطر كثيفا على النار وأطفئها. قال منك؟ قال لا أمرني، قال منك فلا، منك ما أطلب.
قال فمن الله؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. خلاص هو يدري بعد أنا حارقيني على مودة يدري. ثم نزل ملك الرياح قال يا إبراهيم مرني، قال منك فلا، من وإن كان من الله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي كذا كذا. نزلت عليه أفواج من الملائكة وهو يرفض. ثم نزل عليه جبرائيل وبيده خاتم قال يا إبراهيم البس هذا الخاتم وقد نقش عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألجأت ظهري إلى الله، أسندت أمري إلى الله، فوضت أمري إلى الله. ثم ألقوه، فلما ألقوه والناس في يعني رعب، شلون انتوا هسه مشدودين على الكلام وخطورة الموقف، الناس تترقب الوضع، وإذا يعني بالنمرود يباوع انه هذا جاي يرجف ما جاي يحترق، يدققون النظر وإذا بالنار تتحول إلى جنينة خضراء، حديقة صارت يعني. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الإمام الصادق يقول له الله ما قايل لها كوني بردا وسلاما، لو قايل لها بس بردا لمات من البرد، ما مات من الحرق، لمات من البرد، لكن قالها قولوا ويا شنو سلاما. وذاك الوقت سبحان الله ركزوا النظر وإذا بهذا، هذا قاعد بالهذا ومعه رجل يحدثه ويؤنسه، شيبة كبير السن أبيض اللحية، وإذا به جبرائيل سلام الله عليه. بعد أن يعني تحولت النار إلى برد وسلام وانطفأت رجع يدعوهم من جديد، أيها القوم ارجعوا إلى الله، أطيعوا الله، اعبدوا الله، اتركوا آلهتكم، كذا كذا كذا. الناس هنا اضطربت عقيدتها بالأصنام، وقيل أن عددا كبيرا من أهل بابل في ذاك اليوم تحولوا مع إبراهيم، من شافوا القضية حقيقية وشافوا النار ما حرقته صاروا من دين إبراهيم. واضطرب النمرود، طلع واحد من علماء النمرود قالهم يا ناس لا تشكون، ترى أنا قرأت ذكر وخليتها ما تحرقه حتى نخوفه، ما ردنا نحرقه إحنا، وإلا النمرود رحيم قلبه طيب ما يريد إتي كلام باوي. وهذولا دائما سبحان الله يجون بالأوقات الحرجة للفاسقين وللظلمة والكذا، يجون يبررون، شايف شون يبرر أخطاء يعني أخطاء وكذا. هنا خرج عنق من النار والتهمه حرقه، خلص أبطلت الحجة تماما، وشك نمرود حتى بقضيته. هذا الشك مال نمرود، قال أنا لازم أوصل الإله إبراهيم، هذا الشيء هذا ما ينفع الموضوع، لازم أوصل الإله إبراهيم وإلا القضية ما تخلص، هذه بابل كلها راح تتحول بيد إبراهيم. سوى صعد إلى أعلى قصره وراد يودي رسالة لله بجهله طبعا، فرمى السماء سهام، الله شو ودى له جواب؟ جاوب بأضعف خلقه، قال له تعال يا إبراهيم أنا أريد أقاتل ربك، قام يصعد على القصر ويضرب السماء سهام، الله ودى له بعوضة، هاي بعوضة أضعف خلق الله، شنو تفاهة نظر البعض، دخلت في أنفه وصلت إلى دماغه قتلته.